طمن بشكل اكبر. خلينا نروح سريعا لزميلي العزيز مراسل قناه الاهلي شريف شعبان عشان يطمنا على فريق النادي الاهلي واستعداداته لمباراه طلائع الجيش المقبله، خصوصا بعد استئناف الفريق لتدريباته اليوم. يا شريف مساء الخير عليك. شريف قناه الاهلي في كل مكان. شريف سامعني؟ اه سامعك. انا سامعك. اخبارك ايه؟ طيب الحمد لله، ربنا يخليك، كل سنه طيب. وانت طيب. طمنا على الفريق يا شريف واستعداداته للمباراه المقبله، استئناف النهارده التدريبات اكيد كانت مهمه جدا، لكن ابرز الملامح اللي انت شفتها خلال مران اليوم بالنسبه للنادي الاهلي كانت ايه؟ خليني اقول لك ان التمرين كان في الرابعه عصرا، يمكن حضروا طبعا رئيس مجلس الاداره الكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب كويس. اللي شاهد التمرين حوالي يمكن نصف ساعه من بدايه التمرين الى الساعه من 4 ل 4 ونص. يمكن قبل التمرين كان في اجتماع مع اللاعبين حوالي 8 دقائق او 9 دقائق، اتكلم فيه مستر لاسارتي، اتكلم فيه كابتن سيد عبد الحفيظ مع اللاعبين عن اغلاق بقى ملف خلاص او مباراه المصري، التركيز فقط في مباراه طلائع الجيش، التركيز فقط في الحصول على 3 نقاط، 7 مباريات حياه او موت، 7 مباريات مباريات كؤوس، المطلوب 3 نقاط في كل مباراه، المطلوب التركيز والتفكير فقط في كل مباراه على حده، الان التركيز على مباراه طلائع الجيش فقط لا غير، كيفيه الحصول على 3 نقاط فقط لا غير، المفروض يشغل بال كل لعيب، كل الفرصه متاحه لكل لعيب اللي يثبت نفسه في التمرين هيبقى ليه فرصه قويه جدا انه يشارك في روتيشن كبير بيتعمل، في اصابات بتبقى بتفرض على لعيب على الجهاز ان هو يغير في التشكيله، فما عندوش مشكله خالص اي حد بيلعب يثق في الناس كلها، فاللي هيثبت نفسه في التمرين هيكون موجود في اي مباراه من ال7 مباريات المقبله. يمكن بعد الجلسه كان في احماء في التمرين، ولكن سالنا طبعا على طول قال لك حكيم الشحات امبارح كان بياخد العزاء الخاص باحد اقاربه وكان عنده امبارح ما كانش فيه نوم غير بعض يعني بعض الساعات القليله جدا، فكان مجهد جدا، ففضل الجهاز خوفا على اصابته طبعا يكون تمرينه ريكفرنج مع اللاعبين اللي شاركت في مباراه مصر الاخيره، وبالفعل عمل تمرين ريكفرنج النهارده وجيم وغادر النادي الاهلي مع باقي زملائه. يمكن التمرين هيكون يوم الاحد والاثنين في الرابعه عصرا، وباذن الله يوم الثلاث هيكون التمرين الاخيره والسفر لليله مباراه الاهلي وطلائع الجيش، لان نتمنى باذن الله يكون الفوز حليف النادي الاهلي فيها زي ما يعني. اتفضل. باسم علي اخباره ايه يا شريف؟ باسم علي انا قريت امبارح في المواقع وقريت امبارح على السوشيال ميديا ان بدري معاه اصابه جديده، ف
باسم علي النهارده بيشارك في التمرينه جزء من التدريب البدني، وبعد كده هو بينضم لباقي زمايله اللي شاركوا في مباراه المصري في التمرينات الجاري حوالين الملعب والركافرنج. الراجل ما بيدلش خالص النهارده، مشاركته النهارده في التمرين لا تدل ان هو عنده يعني مش مصاب الحمد لله والامور كويسه. لا خالص، باسم علي بكره موجود في التمرين عادي. باسم علي نجم جديد من نجوم النادي الاهلي. لا طبعا النادي الاهلي طبعا ما عندوش مشكله مع باسم خالص، باسم موجود ومتواجد، ولكن الاشاعات ما اعرفش بتضرب الفريق من حين لاخر. زي النهارده حسين الشحات، انا النهارده وانا قاعد اقرا ان حسين مش موجود، حسين غايب، حسين مصاب، اتضح ان مفيش حاجه خالص. الراجل غير، الراجل موجود في الجيم، الراجل بيتمرن. نفس اللي حصل مع شريف اكرامي ونفس اللي حصل مع نجوم كتيره، مالناش دعوه بالكلام ده كله، كله مركز، الكل عنده هدف واحد وهو الحصول على بطوله الدوري العام باذن الله السنه دي ان شاء الله باذن الله. معنويا بقى يا شريف، طمنا وطمن كل جمهور النادي الاهلي على معنويات اللاعبين بعد الفوز المهم على فريق جيد فنيا زي فريق المصري بورسعيدي، وصرف لنا الحاله المعنويه بالنسبه لفريق النادي الاهلي ايه من خلال اللي انت شفته. انا اقول لك، خليني اقول لك ان الحاله المعنويه مرتفعه جدا، وخصوصا بعد الجلسه اللي عقدها مستر لاسيرتي ومستر وكابتن سيد حفيظ مدير الكره، ان الكل ليه فرصه ان هو يشارك، ان الكل اللي عزبت نفسه في التمارين هيشارك في 7 مباريات المقبله. فالحاله المعنويه مرتفعه جدا النهارده بعد التدريب البدني الشهر. التدريب البدني بيبقى يوم رخم للاعبين، اللاعب الكوره في مصر عموما ما بيحبش التدريب البدني، اليوم البدني لازم بالنسبه له بيبقى يوم سيء. النهارده التمرين بتادي تمرين اللعيبه بتادي النهارده التمرين البدني النهارده بكل حماس بكل قوه، بيختتم التمرين البدني اللي كان قوي جدا النهارده بتقسيمه بيأدي فيها كل اللاعبين بكل قوه. وليد سليمان النهارده بيلفت النظر في التقسيمه، بيلفت النظر ولفت نظر بمسك الخشب كام مره ان وليد سليمان مش مستحمل اي حاجه الفتره المقبله، وليد سليمان بيأدي التمرين البدنيه بكل قوه. الكل جاهز، الكل عنده روح معنويه عاليه، الكل عنده حماسه انه يكون موجود من اول مباراه طلائع الجيش المقبله عشان باذن الله يكونوا ساهموا في فوز النادي الاهلي بطوله الدوري ان شاء الله باذن الله. شريف انا بشكرك شكرا جزيلا على